كنا نعمل الالتزام باتفاق ستوكهولم والبنود الخاصة بتبادل الأسرى والمعتقلين وفق مبدأ الكل بالكل، إلا أن تلك الميليشيات التي تعودت النكث بالعهد والتنصل على الالتزامات والاتفاقات استمرت في ممارسة ذلك الدور أثناء وبعد المشاورات والمفاوضات على مرأى ومسمع من العالم أجمع. الحضور الكرام، لا يفوتني أن أشكر أو أن أشير إلى التزامنا بتوجيهات القيادة السياسية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية المشير الركن عبد ربه منصور هادي لكافة الجهات المعنية بتقديم خدمات الرعاية الصحية والنفسية للأبطال المحررين جميعا.